هنعمل مع بعض النهارده ايه؟ لانشون. لانشون ماشي. بصوا كده بصوا دي الكميه دي، انا جبت حله جواها ايه، انا بسهل لكم الموضوع قوي، يعني هعمل لكم لانشون بطريقه سهله جدا. انا عملتها، جبت حله اهي فيها ميه، هبدا اسيبها تغلي. تمام. بصوا اللانشون بقى اللي هو الاقتصادي العادي اللي بنشتريه، العادي جدا 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 جدا، ده عباره عن ايه؟ له لحمه وله فراخ، بس بيتسمى ايه؟ بيتسمى لانشون لحمه. ده عباره عن ايه بقى؟ كوبايه زيت، كوبايه دقيق، ركزوا، كوبايه زيت، كوبايه دقيق، ست بيضات، تمام، مكعبين مرق، ست مكعبات جبنة أو علبة جبنة مثلثات كلها، توم بودرة، بصل بودرة، حبهان، بابريكا، وشوية بهارات، جوزة الطيب، يعني أي بهارات، أي بهارات عندك، تمام؟ والزيتون ده اختياري، يا أه يا لأ. وفي لون طعام، فين لون طعام؟ كان لسه هنا يا ولاد. أهو. لون طعام عشان ما تبقاش لونها جربان كده، تحس لونها مايع، لا عايزه احاول اوصل للون اللي بنشتريه من بره، تمام كده؟ فهنحط نقطه نقطه، هو كله في الخلاط. بسم الله. كوبايه زيت، كوبايه دقيق، ست مكعبات جبنة أو علبة جبنة مثلثات، علبة كلها، أي نوع جبنة، أي نوع، وعندنا مكعبين مرق، اتنين عشان هو ده اللي بيديك الريحة بتاعت الإيه اللي بتشتريها من بره، وتوم وبصل بودر، معلقة كبيرة ومعلقة كبيرة، وشوية حبهان مطحون بسيط خالص، متحطيش كتير، وشوية برضو بهارات قليلين، ومعلقه كبيره بابريكا، مش عايزه تحطي لون يبقى هتزودي البابريكا شويه، ست بيضات، بسم الله الرحمن الرحيم، ست بيضات، يعني بص هو حتى اللانشون ما فيهوش لحم بس هو مغذي برضه، هو كله بيض، يعني هو حلو برضه. وبصوا بقى اللون نقطه على ما اشوف ايه الاخبار. ازاز دي موجوده في كل حته عند العطار. انا عايزه هنا اوطي بس على البيض ده عشان ياخد راحته في استوى. يخلط بقى خلطه محترمه. انا بخلط حلو جدا 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 علشان ايه؟ عارفين حركة الزيت دي نفسها، بس انا عارفة هي عايزة خلاط قوي شوية اهو، بس هو حلو كده، لان كل ما تضربي اكتر كل ما يكون ايه؟ كل ما الزيت بيتقل الخلطة، الزيت بيتقل ايه؟ الخلطة، فهي كده. هنيجي بقى هنا، انا عندي ايه؟ انا جايبة حلة من غير ايدين كده، يعني مش عاملة عندي، وهنا حلة فيها مية، الحلة دي لما احطها هنا ما تغطسش، يعني تكون اعلى من المية اللي انا حطاها، تمام؟ هنا ايه عايزه فرشه فرشه، انا حطيت حبه زيت. بص بقى بندهن حلو قوي. انا بص لا يعني قلت انا عايزه اسهل لكم الموضوع قوي، ان بعد اكياس يقول لك ما اعرفش فيها ايه وده في ايه وده في ايه، فممكن يا اما هنعمل في حاجه زي كده تطلع كلها مدوره مره واحده كده كده هيتقطع طرنشات كده، يا اما مجات زي ما عملناها قبل كده، تمام؟ بص انا عايزه اقول لكم، بص اللانشون اهو هبدا انزله في الميه دي كده ماشي اهو، وهغطي، هو هيستوي على كده. بص بقى لا عملت لكم اكياس زي كل مره، ولا عملت لكم ورق استريتش، ولا عملت لكم ورق الومنيوم، طبعا هي برده حلوه ولطيفه وعادي جدا وما فيهاش اي حاجه، بس دي اسهل، دي اسهل كتير، يعني كلها في واحده كده حطيناها على طول على بتاع، وهقطعها وراكم وتبرد دلوقتي. بص اللانشون بقى عشان بس يبقى ايه، بصوا دي طبعا دي لسه ما استوتش، دي اللي احنا ايه، بصوا شكلها، دي نفس الحله اللي انا عامله فيها على فكره، نفس الايه الحله اللي انا عامله فيها، وهنا حطيت لها شويه زيتون،